فيها على الدنيا دي. الدنيا دي غريبة قوي. هي فعلا غريبة، بس ليه بتقولي كده؟ انت عارفة ان انا في ايد ابويا من زمان بتعلم منه كل حاجة. امي الله يرحمها خلفتش غيري. لما مات حسيت ان انا لازم ابقى جديدة، لازم ابقى زي معلمني. ملقتش غير صقر. صقر كان بيشتغل عند ابويا، كان صبي على قده كده اهو. بس انا استجدعته وحبيته وتحديت العيله كلها علشان اتجوز صقر. الحمد لله ما خيبش صقر. طيب الحمد لله. ست ماشي امالك؟ انت تعبانه؟ مفيش. طب تعالي نطلع. طيب اطلع بس يا صاحبي. مستنيك. سلامتك. ست مشيئة! يا لهوي الحقوني! مشيئة! فيها ست الناس؟ ما تتخطش. في ايه؟ ما فيش حبيبي، انا زي الفل. انا بس كنت بعمل كده عشان اعرف غلاوتي عندك. بعد السنين دي كلها. كده برضه قلتي له اوجع لما انا وشه. ايوه طبعا كان لازم اقول له عشان يجي يطمن عليكي. انتي غالية عندنا قوي يا ست مشي. لا معلش، ست غالية عملت الصح. بنت اصول والله. انا هكلم الدكتور يجي دلوقتي. لا 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 يا حبيبي، لا لا انا زي الفل. انا بقيت زي الفل حبيبي. ست مشي لازم نطمن عليكي. ده مجرد صداع يا حبيبتي. والله صداع وصداع وحاجة. صح يا حبيبي. لا 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 بص انا والله هكلم مستشفى المجانية. طب اهدي بس يا نادر. والنبي عشان خاطري. اتجننت. مش هتخسري حاجة، نطمن عليكي بس. في ايه؟ دي روشتة يا صاري بيه، تاخد الدواء في مواعيده. تمام. لا احنا تمام قوي كده. الحمد لله كله زي الفل. شفتي سكر؟ الحمد لله. بس انا عايز اعرف منك. انت الصداع ده بيجي لك كتير قبل كده؟ يعني على فترات كده يا دكتور. طيب كان في وجع بيجي مع الصداع؟ يعني تكسير في العظم، كسل؟ بس المرة دي بس انا بس حسيت كأنه في غليان في دمي. عارف لما تحس كده بالميه المغليه وهي بتفور كده؟ لا لا يا دكتور، بتفكر كتير وشايله الهم ومش مريحه نفسها. دي النهارده وقعت من طولها قدامي، ما عرفتش اعمل لها حاجه. هو بس شويه ارهاق ومحتاجين نهتم بالغذاء شويه. انا قلقان الحكومه تعرف اننا احنا هنا. شارع يا عبد الله، احنا هنا مع مرفت عبد الحي. ماشي يا خلاص، ملهاش ورق. ربنا يستر ان شاء الله. الحرص واجب برضه يا معلم، افرض حد شافها ولا حاجه ربنا هيعديها. اهم حاجه نطمن على الست ماشية. عبد الله اطلع اتاكد ان الرجاله في مكانهم بره وان كل حاجه تمام. حاضر. هاي دكتوره. إيه للاسف عندها سرطان في الدم، وكمان محتاجين في اقرب وقت ان احنا ندي لها علاج الكيماوي، لان العمليه هتبقى صعبه جدا عليها دلوقتي. شكرا. عن اذنك.